مستمعينا برنامج كومبلاز كافي في حلقة ديالو جديدة. طحنا الروبير ديال البرنامج يلا عاودنا لقيناهم التقيناهم مع المستمعين. سي بودريقة عام جديد موسم جديد بعد العام الأول ديالك اللي كان ناجح 100% فوز ببطولة كأس العرش كأس العرب اللي حسب التدخل ديالكم لا نتوما لا المدرب الفريق ما كانش في أهداف ديال لي بروجي ديال ليكيب رغم أن لي سيفونسيون كانوا فيه كانوا مهمين بالنسبة لفريق الرجاء الرياضي. إكراهات ديال الموسم اللي مشات اللي كانت واش الخط ديال هذا الموسم جريتوها ولا نسيتوها كيفاش دخلتوا لهذا الموسم؟ كما قلتي بعد النجاح ديال الجميع لا مكتب المسير لا المحبين لا الترا لا الجمهور في الموسم السابق حنا الان استعدينا هذه السنه حافظنا على المسائل التقنيه دونك بقات الامور هذا على مهرام كان تربص اعدادي احسن ظروف احسن المعسكرات الاوروبيه كان نفس عندنا نفس الاهداف اللي كاينه هي الحفاظ على اللقبين عصبة الابطال الافريقيه والمشاركه جيده في كاس العالم للانديه كان خصنا واحد الاستعداد كبير استعداد جيد المدرب كان عنده بعض اللاعبين بعض الانتدابات بالفعل تم انتداب جميع اللاعبين فالحمد لله حنا بدينا السنه موسم جديد وان شاء الله يوفقنا كما وفقنا السنه اللي فاتت. غير عندي واحد الملاحظه قبلها اذا سمحتوا لي نرفعوا توقيت اذان صلاه العشاء. أيها المؤمنون أيتها المؤمنات حان الآن موعد آذان صلاة العشاء حسب توقيت ولاية الدار البيضاء الكبرى والنواحي تقدر الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب. رجعنا معكم مستمعين تكلمت على المرحلة ديال لي جوار العام اللي فات اللي كنا كنا استثناونا الرجاء دارت اون كومينيكاسيون اللي كانتش معروفة ما كانتش كاين سيستي موديرن جابت المدرب حطاتو مع البريزيدون ها البروجي ستاف تكنيك ها علاش غنلعبو ها شنو غيوقع شنو وقع كاين اللي وصفوها انها كانت اون بريسيون الرجاء قالت انا غندير لقب وغندي كاس العرش داتهم مي ابخي افيك اون غون بريسيون وقلتو بزاف الحوايج منهم شحال جبتو من اللعاب وعلاش جبناهم وها شنو غيوقع شنو هاد العام ما كانش هادشي واش بريسيون نسيتو مشيتو امور عاديه ما دخلش بالاهداف انكم ديروا هاد القضيه ديال الكومونيكاسيون شنو وقع بالضبط خلاكم ما درتوش ديك الدور الصحفيه ديال الاول العام؟ لا فالدور الصحفي كاين فرق ما بين السنه اللي فاتت السنه اللي فاتت كان مدرب جديد كانوا لاعبين حتى هما كانوا لاعبين جداد وكانوا لاعبين كثار دونك هذيك الحفله كان فيها تقديم مكتب موسير كان فيها التواصل مع المنخرطين هاد السنه ما كانش لان كاين بزاف ديال الامور اللي عجبت اننا نبداو الموسم ولكن فيما يخص الطموحات ولا الاهداف فكتبقى نفس الاهداف ففريق الرجاء البيضاوي فريق كبير فريق اللي دائما كيتحقق ماشي بندوه صحفيه ولا بلا كومونيكاسيون غادي نقولوا بان الفريق الرجاء راه غيلعب على اللقب فالمساله اللي هي عاديه اي المهم معك ولكن يمكن انت ريسبونس على الكومينيكاسيون تعرف ان الكومينيكاسيون مهمه بالنسبه للفريق في العالم ريال مدريد وبارسا تيديروا بوان دو بريس قبل لا سيزون اش غيوقع وشنو غيكون من عندهم ميسي وعندهم ريال مدريد كن خدينا هذاك العام كعادة عند الرجاء كلشي ولا في الرجاء كتكومينيكي هاد السنة ما باتش من الاول العام واش الرجاء شاف انها غديروا بريسيون ولا تيتسناو الوقت ولا شنو وقع؟ نجاوبك على هذا السؤال كان هناك تواصل لان وسائل التواصل مختلفه ماشي بالضروره نظموا واحد الدوله صحفيه باش نقولوا راه تواصلنا منذ الاعلان عن المكتب الجديد بدات عمليه التواصل غير هذا العام بدلنا بالستيل هذا العام اعتمدنا اساسا على الموقع الرسمي لنادي الرجاء للتواصل مع الجمهور اولا ثم الاعلام الوطني وكنذكر هنايا كتعرفوا انه في فتره الصيف كتكثر شويه الاشاعات وهذا ماشي عادي هذا الشاع هذا غيجي هذا كثروا بزاف ديال الاقاويل وهنا دخل المكتب ديال الرجاء واصدر بلاغ توضيحي للراي العام وضحنا في اولا الاهداف المرصوده لهذه السنه وقلناها والسيد الرئيس ذكر عليها ذكرها وقلنا بانه بطبيعه الحال الاهداف الأساسية أن الحفاظ على اللقبين، مشاركة جيدة في كأس العالم للأندية، وكذلك عصبة الأبطال، وبالتالي فكان تواصل من حيث الأهداف كما
الاشاعات وبعض الاقاويل اللي ما كانتش ثابته رجعنا على المسار الصحيح ديالنا من خلال التواصل ومن خلال هذا المنظر تنقول بانه الموقع الرسمي لنادي الرجاء هو المنبع الوحيد للمعلومه داخل النادي. دونك هي اللي شفنا من الرجاء واش كتكومونيكي ترافير لو سيت بات حتى في لاسومبلي جينيرال الارقام ديالو والمسائل كلها درتو كل شيء في لوسيت حتى بالموقع ديالكم من الجامعه ديال الجامعه درتو في لوسيت واش هذه الطريقه خديتوها دابا جديده باش تكومونيكيو باش تقربوا من الجمهور ديالكم؟ لا هي طريقه جديده وطريقه اللي كتبان لينا محترفه ياك ما كيكونش احصاء اللي كتكون معلومه عند بعض المنابر ولا بعض الصحفيين فكيتم الناس كتكلم على الاحصاء وكتكلم على الصحبه هذا الشيء ديال هذا ولا هذا بصح حنا الان حاولنا ان الموقع الرسمي ديال فريق الرجاوي يكون قوي وقوي الان حنا كنلاحظوا بان عدد الزائرين في الموقع الرسمي فهو يمكن ضاف في هاد الشهرين نسبه ديال واحد 15 حتى 20% ديال الناس اللي كيزوروا الموقع الرسمي في ارجو. دونك كاين تحسن. نرجع معك سي بودريق اذا سمحتي مساله فريق الرجاء غير باغي يلعب على الالقاب قلتي ان الرجاء هذا العام غتحافظ على اللقبين يعني كاس العرش والبطوله مشاركه جيده كاس العالم والتاهل لجروب لان السنه كاينين جروب في الشامبيونز ليغ تعرفون حتى المدرب عنده دو سيزون حتى هو في الكونترا ديالو هذا موضوع اخر ترجعوا لي بعد ما بقى عندنا تبارك الله يوم سيزون كامل ان شاء الله في غنتلاقاو نرجع لك انتدابات على حسب ما قال محمد فاخر انتوما انه الانتدابات هذا العام في الرجاء تكون قليله الملاحظ انها العدد ديالها بدا شفنا زمامة شفنا الزعري شفنا تقريبا داك البوست داري بوش اللي فيه بزاف اللعابه شفنا الرجاء في بحث على حسب ما يقال وهنا كما قال سي سمير باش تحيدوا الاشاعات على مهاجم اخر انو ديفونسور رجوع لل بالمعلم كوليبالي لو ديفونسور مالي دونك وصلنا تقريبا واحد 7 جوار اوكي اللي كان متوقع هو 4-3 جوار لان الفرقه غير بلوصاتو ديال على حسب داكشي اللي تقال العام اللي فات انتدابات وهاد المسائل شنو التعليق ديالكم؟ لا نرجع معاك بعد في الموسم الماضي فبالنسبه لنا حنا كمكتب مسير بعدنا بعد ما حجزنا على اللقبين وضمنا المشاركه في كاس العالم الانديه حنا حاولنا باش يكون واحد الاستقرار تقني على استقرار تقني باش تكون عندنا واحد الاستمراريه باش ما نجيبوش عاود ايطاب اخر ونعاودو من جديد لذلك حاولنا ان يكون عندنا واحد الاستقرار تقني وتكون عندنا استمراريه لذلك تم تسبيع على نفس الاهداف اللي هي اهداف كبيره موسم البطوله موسم شاق يكذب عليك الكتاب اللي يقول بان راه سهل انك تفوز باللقب ولو حتى كاس العرش فيه 5 محاضرات فالامور ماشي سهله كتلعب 50 ماتش عندنا استحقاقات دوليه وافريقيه لذلك كان خاصنا ننتدبوا لاعبين ديال هذه المرحله المدرب فخير فوضع لائحه ديال اللاعبين كان كيمكن كاين 5 ديال الانتدابات ولا 6 ديال الانتدابات الى ضفتي اليوم لاعب بالمعلوم فحنا تنتكلموا على لو بيدجي ديال ريكروتمون حنا لو بيدجي فهو بارابور العام اللي فات فيمكن نقص 50% بارابور العام اللي فات الى نتكلموا على لو بيدجي فحنا مزنا لا بال لان العام اللي فات كانوا ديجو شفتهم من الفرق هذا العام كاين ديجو غريب لا حتى العام اللي فات كانوا بزاف كانوا ديجو شفتهم من الفرق العام اللي فات الشطيبي بدر كاشاني مابيدي في الاخر تحررت الكونترا ديالو من فرقته دو تخوا جوار اللي كانوا من الفرق ديالو فالان نتبنا لاعبين ليبر يمكن 5 أو 6 اللاعبين هاد المساله ديال جيب اللاعبين فالمدرب على حسب الاختصاصات اللي كيشوفوها احنا ما علينا كنكتب مسير الا اننا الا ونلبيو الرغبات ديال المدرب باش نحققوا الاهداف اللي حنا مسطرينها ما تتناقشوش بعض المرات اختيار ديال نتوما كنكتب بون ما غاديش تناقشوا لان المدرب عنده سميتو با نابورت كي باش نكون واضحين الا بغينا نتناقضوا مع الوزنه ماشي اللي كان مدرب عنده ريفيرونس عنده القاب عنده دونك تيقول شي حوايج غيكون صلاح ولكن تتناقشوش معاه بعض المرات لان شحال مره تتلاقى مع شي راجل يقول دي واش نقدروا ما نناقشوش مع محمد بعض المرات مثلا لو بوست داريور غوش في وانت كرئيس ما تطرحش هذا النقاش كتخلي محمد يعني كامل الصلاحيه التقنيه ما يمكنش لا الناس بزاف تتكلم على اغير غوش فراه مازال ما طلعتش اللائحه النهائيه فاللائحه النهائيه غتكون بعد واحد الاسبوع تقريبا ولا اقل كاع غتكون اللائحه النهائيه انا ذاك نقدر نتكلموا على المراكز ديال اغير غوش المراكز فما فيهاش بزاف ديال المراكز بزاف ديال اللاعبين يمكن كاين دو بوست ولا تخوا بوست اللي فيهم اللي في
فيهم بوس واحد اللي فيه هذه المساله واحد هذه المساله اللي قلتي، ولكن في اللائحه فغتشوف بان راه كاين بزاف ديال الامور اللي غتغير. دونك تقدر توقع مفاجات في اللائحه؟ لا اللائحه جاسو توقع مفاجات في اللائحه كاين شي سبق شي حاجه لا لا المدرب ولي تيدير المسائل ديالو غير حنا عندنا واحد التتبع اللي تنشوفوا المسائل. فكاين صلاح الدين باصير اللي هو رئيس اللجنه التقنيه واللي هو في نقاش رئيس اللجنه التقنيه ماشي مستشار كلمه لا رئيس اللجنه التقنيه رئيس اللجنه التقنيه تتقيموا على رئيس اللجنه التقنيه دونك اي حاجه فيها كرة القدم في نادي الرجاء الا كنتكلموا على صلاح الدين الباصير اللي هو لاعب دوري وعنده تجربة كبيرة في كرة القدم. المسائل التقنية كتبقى واش فعلا كانت خلافات بينه وبين محمد وحرمة الله وقضية لا لا انت هنا باش انت هو رئيس في الفات كونت. شوف انا نقول لك واحد القضية مشيت للعمار الله يتقبل اخويا امين كنت كنتفرج في الكاميرا الخفية دائما كنتفرج كاميرا خفيه يمشي طلع كنت كنشوف كاميرا قلت يمكن كاين شي كاميرا خفيه عطوا هنا اخر ضرب مع بصير بزاف من المسائل اللي سمعت يعني كنت كنتخاف يمكن كاميرا خفيه ولكن في الاخر اكتشفنا شي كاميرا خفيه فهادشي راه بصح. دونك زاد جواب بطريقه كوميك انا ما كان والو بيان سور ما كان والو المدرب والسي صلاح الدين بصير فعندهم علاقه جيده ما بيناتهم يقدر يكون خلاف ولا اختلاف ولا بزاف الامور في بعض المسائل ولكن مسائل اللي عاديه وداخله في نطاق كره القدم ما يمكنش غادي يكون واحد يكون واحد التوافق دائم كيكون اختلاف الجميع كيختلف ولكن المهم هو انه يستافد منه فريق الرجاء البيضاوي. سي سمير غتسمح لي نحي اذا سمحتي لي الله يجزيك بخير درنا عام مع التسجيل الوزاري دار معنا مجهود كبير دار معنا ليفور كي باش نكون واضح لان حتى هو كان معانا وكان كيبقى معانا نهار كامل طاق التليفون كيبقى صاهر حتى كتسالي برنامج يبقى جالس باش كنحيي هو باقي في مكتب الرجاء في اللجنه القيمديه رجع مكتب ما نرجعو للمكتب كومينيكاسيون في المغرب انتر واكستيرن انت في المكتب تعرف انه بعض المرات سو كومينيكاسيون مع النيفو انتيريور وهنا يتكلم على القبيله ديال الفرقه اللي يتكلم على محمد المدرقه فواش ما عندكمش الصلاحيه تهضروا مع المدرب كذا مع فقط عي باصير الرئيس ولا نتوما كمكتب كامل تقدروا تجتمعوا وتديروا قرار باش تهضروا مع المدرب ولا لا وكان بروبليم لان واحد الساعه ما كاينش بروبليم وصل لدرجه ونيفو تكنيك بيور يعني لان هزيمه مساله نقدروا نقولوا عاديه في الكره تفضل. لا بطبيعه الحال هذا المكتب عندهم الصلاحيه انا متكلم مع فكر وهنا نشير ان العلاقه جيده ما بين المدرب محمد فكر وجميع المكتب لان علاقه مبنيه على الشفافيه ملي كتكون الشفافيه الامور كلها كتسهل. هنا نعطي واحد المثال حي على ان هناك كاين تواصل تام مع المدرب السيد محمد الفقير لانه من لي زاكسيون الاولي اللي درنا الاعمال الاولى اللي قمنا بها ان حاولنا ننظموا العمل الصحفي باش الاخوان الصحفيين اللي غادي يقوموا بالعمل ديالهم داخل نادي الرجاء يقوموا به بواحد الظروف جيده. احنا باتفاق مع المدرب محمد الفقير خصصنا صالحه الثلاثاء يعني قبل بداية الحصة التدريبية للإخوان الصحفيين أن يدخلوا لهم في هذه الفترة يدخلوا ياخذوا تصريحات مع اللاعبين. وشي كان قبل اللي ما كانش قبل هو أن الآن ومرة أخرى كنقول باتفاق مع المدرب فاخر تم تقنين تواصل اللاعبين لأن باش تكون الأمور واضحة ومنظمة فاليوم ما يمكنش أي منبر إعلامي يتصل بأي لاعب في اي ظروف ما تنعرفوهاش وياخذ منه حوار كيبروفيسيوني انت عادي اليوم صدرنا واحد الدوريه يسول كيلير داخليه لان تكلمت على كوميونيكاسيون انتر اللي كتاكد على هذه المساله هذه ان جميع اللاعبين بدا يرجعوا لمديريه التواصل اللي تنظم لهم العمل ديال اللقاء ديالهم مع الوسائل الاعلام. هذا نموذج باش نبين لك ان هناك تواصل تام مع الاطار التقني. غادي نكملوا مع المستمعين بيان سور كاين اسئله كثيره على المستمعين اس ام اس 50 30 شحال غادي يقولوا خير واش تقراو نقراو كاملين تكون معكم واضح لا مع السي مريقة مع السي سمير الشوقي برنامجكم مرة أخرى كافي بعد الفاصل. ألم متفقناش على مرحبا بكم في إمبراطورية الكرة هذا موسم الجزيرة الرياضية تأتيك بتشكيلة لا تقرر كيف احنا باتفاق تحسب هذه الأولى من تم رد ديال تي بي مازنبي وعطاتها اجل تحسب هذه الاولى تم احنا باتفاق تحسب هذه الاولى تم عندك مساله بعيده انت كدير خدمتك وكتبقى دير الباقي للاعبين والمدربين ف
تفضل سي. لا باش نتكلموا على أزمة أخرى، مازال الحال باش نتكلموا. لا ما نتكلموش على أزمة. تحسب هذه الأولى تم عندك مسألة بعيدة، أنت كدير خدمتك وكتبقى دير باقي للاعبين والمدرب. تفضل سي. لا باش نتكلموا على أزمة أخرى، مازال الحال باش نتكلموا. لا ما نتكلموش على أزمة هذيك الكارثة، ما نتكلموش على هذا الشيء. سيدي معنا النتيجه والستيات، تعرف ان كلشي عنده ريزيكو. الستيات هذا هو اللي كتكلم عليه، ما تتكلمش على الازمه اللي كارثه. لا الستياء من النتيجه طبيعه الحال، الانسان تيبقى في الحال كرجاوي بعدا قبل ما يكون رئيس. الانسان تيبقى في الحال، يمكن كاع ما تينعس بالليل كاع علينا خسرنا، راه كنا يعني كرجاوي راه هذا الفريق هذا راه تنبغي بواحد الطريقه اللي شنو نقول لك، ولكن النتيجه فهي النتيجه ديال الهزيمه ما تتعكسش المستوى ديال الفريق، ما تتعكس الانتدابات اللي داروا، ما تتعكسش الاستعدادات اللي قام بها الفريق، ولكن ان شاء الله كنتمنى اننا نتجاوزوا هذه المرحله هذه ويقدموا اللاعبين والمدرب واحد المستوى اللي جيد. 16 في اوروبا يمكن كان الفريق الوحيد المغربي تقريبا 16 في اوروبا، توفرت الظروف، جاو اللعابه اللي رغب فيهم المدرب، حتى انه جات مروان زمامه اللي لاعب عنده سميتو في المغرب، واش هادشي ما خلاكمش توقعوا ان بدايتكم بحال العام اللي فات؟ يعني العام اللي فات اربعه الانتصارات، انتصارات في كاس العرش، خلات ان كلشي تيتسائل شنو واقع هاد السنه هادي، شنو كاين؟ ما حاولتيش تهضر مع اللاعبين مع المدرب ولا خليتي الامور عاديه تسوق لها؟ المهم ماشي هي البدايه، المهم هي النهايه، تقدر تكون بدايه قويه او تكون النهايه ماشي بالمستوى. المهم هي النتيجة والنهاية في الأخير شنو غادي يكون، فحنا الآن غير في البداية جوج دورات، فإن شاء الله نتجاوزو الأزمة وتيم فريق رجاء البيضاوي دائما تعيش بحال هاد المسائل هادي، فكنظن بأن راه كاينين لاعبين في المستوى عارفين المسؤولية اللي عليهم، المدرب كذلك، ستاف تكنيك كامل، ستاف ميديكال تا هو لا ميم شوز. فان شاء الله فريق رجاء البيضاوي فهذه كما كنقولوا غير البدايه، ان شاء الله النهايه والعبره بالخواتيم. الاشراف فريق رجاء الرياضي العام اللي فات احسن بدايه ديالو منذ مواسم، هذه مواسم فريق رجاء البيضاوي كاش كيبدا مزيان، دائما كيبدا بالهزائم، استثناء كان العام اللي فات هو اربعه الانتصارات المتتاليه في البطوله وجوج انتصارات في كاس ضاير جميع المباريات، انتصارات لان كاش توصل فينا في كاس العرش الا ما انتصرتيش جميع مباريات، الرجاء الماتش الوحيد اللي لعب فيه لي بينالتي وكان مباراه النهائي على تعادل صفر لمثله. دونك هذيك كانت هي ديبي دو سيزون ديال العام. غنقرا لي اس ام اس بالنسبه للمستمع اللي كيصيفط لي اس ام اس، اي اس ام اس ما فيش اسم فما يمكنش تقرا لان معايا ناس رسميين، ما يمكنش نقرا اس ام اس بلا اسم او اس ام اس فيه كاين سؤال واضح وشفاف وصريح فمرحبا به، ما كاينش فما يمكنش نقراو لا المواقف لا لي زامبريسيون، كان هذا رئيس ديال المكتب المسير واخواني تقسم اسئله تم مواقف او مطالب. القناة خويا الأمانيين هاد العام شوبينا صعيبة، الخصوم ديالنا حيت كثروا وبغاو يسوا غادي يوصي فخير، خصو يبادل مقابلات دفاعيا باش يخرجهم ويخلوا لي سباس اللي هما البيوت. سلام خويا نزورة معايا الشوق رجعهم حتى الموت، أنا غير راضية على فريقي المحبوب النسور الخضر وكنتمنى من السي فخير يراجع حساباته ديما خضراء حتى قبل فيفرا ديو مارس. تيلي اونغي عمر دو كازامير سيتاسيون بور فو اي بور لي كليون دي تيغ انسي كو دي ريات ملحق الرجاء في المنتدى كرة مغربية وين كان زمامة كاسانو. يحيى دو كازا بونسوار اسكو لو رجاء بغا ريكروتي ان افون سونتر دو لا بلاص دو بورزوق، ولا غيفتح الملف ديال بورزوق سي بودريقة؟ الرجاء في بحث المهاجم سمعنا بن جلوم، ولا لو انتم كتحبوا تقولوا الاسم ديالنا فيما تيدخل الرجاء في كيقول الفريق يخرج تيقول لي زونشير اللاعب باش يطلع الثمن ديالو، واش في عليك هذاك المطلب ديال لا عند المدرب ولا عند انه يكون ريكروتمون دان افون سونتر دو بلوس مع الحاله ديال حمزه بورزوق اللي حاليا هو موقف اللي رسمي لشهر فيما في انتظار صدر القرار الاخير. لا فيما يخص اللائحه اللي كان المدرب فتم التجاوب معها، فاللائحه ما فيهاش كنظن حتى الساعه ما كاينش طلبات باش نجيبوا شي مهاجم. كاين شي لحد الساعة؟ لحد الساعة كما قلت لك فمازال ما تحددتش اللائحة النهائية النهائية ف ما كاينش القضية بن جلون ولا لا ما حيت طرحت في السوق انه يمكن يكون مقايضة بوخريس فات انا كنت كنشوف لا تنقول لا تنقول هذا ما فهم دابا كما قال السي سمير قبيلة هذا برنامج حتى باش تحيد الاشاعات كاين نقاش في القضية ديال راه يمكن بوخريس يمشي للفاتح
ويجي من جلول لان لا بوخريس باقي له عام لا من جلول باقي له عام ولكن دابا اليوم غيبقاو حالين في القنوات برا غيبقاو حالين حتى 12 الليل باش يتبعوا الميركاتو واش اوزيل غيمشي هنا واش هادو الهضره من هنا وهذا غيجي هنا و... كاين هاد ال... لا ما كاين حتى شي اتصال بين فريق الرجاء البيضاوي والفتح الرباطي بخصوص هاد اللاعبين. نعم دونك جواب صريح قد يصبر الزوق اللي بغا التعليق عليها سي بودريقه سي سمير فين واصله شنو وقع فيها شنو القرار اللي عند الرجاء الرسمي حاليا تفضل وشنو الموقف ديال فريق الرجاء تفضل سي فاللاعب بورسوخ تم التوقيف ديالو على اطر اجراء مقابله مع المنتخب الوطني بعد فحص العينه ا و بي اللي كانوا فكانوا بوزيتيف والان هو موقف التوقيف ديال 30 يوم على السبب هو ان هذا التوقيف غادي يكون مؤقت حتى يصدر القرار النهائي القرار النهائي فغادي يكون واحد المحامي للدفاع عن اللاعب واللاعب غادي يدلي بالمسائل اللي كاين عنده وكنتمنوا ان اللجنات يكون واحد الرأفة لهذا اللاعب هذا سيرتو ان ديجا اللاعب بورزوق كان ديجا دار واحد التيست من واحد 2011 2012 وكان نيجاتيف دونك هاد المسألة هادي يمكن تخفف عليه الحكم وهادشي اللي كاين كان نقاش اخر خاص بالمنشطات في المغرب لان سكو فريمون هي منشطات ان داكشي كيديروا اللعابه المغاربه واش هو منشطات سمعنا الموقف الرسمي ديال الرجاء الوالي سالف رئيس فريق ثم كان كتب دخلتوا هاد السنه على الحاله هذه كيفاش كتجيريوها كيفاش كتشوفوها تعليقكم سي سيمون ثاني عندك هاد المسؤوليه ديال لا كومونيكاسيون ديال البورتابل اساسا انا لا بنشيرو لان كاين غياب ديال المختبر لتحليل المنشطات في المغرب وهذا اشكاليه لابد انها توضع على المستوى العام في المغرب فريق الرجاء البيضاوي كمكون رياضي من ضمن المكونات فهو عنده استعداد انه يساهم في المساله لانها مساله حيويه اليوم المساله الثانيه انه لابد وهناك تحدث بخصوص كره القدم المغربيه لان حاله ما كتعنيش نادي او ناديين فهي كتعني كره القدم المغربيه لابد اننا نفعلوا اليه التحسيس داخل الانديه كيفاش نفعلوها خاص يكون تواصل باستمرار مع الطاقم بين الطاقم الطبي للانديه واللاعبين والتحسيس ثم التحسيس ثم التحسيس باش هاد اللعابه يحافظوا على المستقبل ديالهم يحافظوا على الصحه ديالهم يعرفوا بانهم الا تناولوا شي مواد اللي كتدخل في ما هو محظور فانهم كيوضعوا المسار الرياضي ديالهم في خطر ومع الاسف ما تيعطيوش القدوه وما كيسوقوش الصوره المثاليه ديال الرياضي اللي كان خصهم يديروا هذه مسؤوليه ديال اي لاعب هنا نرجعوا سي بودريقه انتم درتوا شي مع شي لقاء تحسيسي مع اللعابه انا خطر بان انتم داخلين كوب دي مون داخلين تشامبيونز ليغ عندكم لعابه تيمشيو بزاف و نيفو انترناسيونال مع ليكيب اولمبيك لا مع المنتخب الاول لا مع ليكيب كادت دونك واش كتفكروا بشي حاجه من هذا القبيل لان هذه حاله كيما قلت هو هذه عام دار تيست تي نيجاتيف هاد السنه هو ما كانش مع فريق الرجاء غير كان سنه لا سيزون ودار تيست تي بوزيتيف تاثر هنا الا شفنا الماتشات ديال الرجاء بيوتي ضيعات كان لاعب بحال حمزه بورصه كان كيسجلهم العام اللي فات هذا لاحظناه انه كان كيماركي ديبيوت بريسي في دي مومون اللي كانوا صعاب عند فريق الرجاء كان ما مره اعتق فريق الرجاء تفضل لا هذا باش مسألة فدائما فريق الرجاء البيضاوي في أول سنة تجري تحليلات على اللاعبين وتجري فحوصات طبية لكل لاعب ماشي على المنشط على عدة مسائل أخرى دائما في أول سنة طبيب الفريق كيدير بزاف الأمور اللي هي مسائل روتينية وكدار في وسط السنة وفي آخر السنة لاعب برزوق كان عنده دائما نيجاتيف شي خسر عندنا التحاليل اللي كنلقاو لان كما قال السي سمير فما كاينش المختبر ولكن كاين بعض الاجتهادات اللي تيقوم بها طبيب الفريق ف نقدر نقول لك بان غتكون واحد الحمله تحسيسيه للاعبين وحتى اللاعبين ديال البطوله وغادي نظمها فريق الرجاء البيضاوي وغتكون حمله تحسيسيه ضد المنشطات. انا فريمون ان الزميل ديالنا هشام الوزاني اللي هو مسؤول على اللجنه الطبيه ولكن الان بسبب الاعداد واحد العمل وباش يكون في هذا الاتجاه ديال التحسيس للاعبين وغير اليوم شفت انا ويا هذا الملف قبل ثلاث ساعات. وغادي يمكن انتم كتعاملوا بغينا نعرفها مزيان ديرابور يعني كل ماتش انتم ماشي ال وما كتبغيوش تهضروا على المسائل التقنيه لان هذه اختصاص المدرب
باش ترفع لكم رابور مورا لي ماتش الاولين، نهضر لكم المدرب على الحاله، على التجانس فين وصل، على المسائل. نتوما كنكتبوا ولا مازال ما لقيتوش هاد المسائل لحد الساعه؟ لا فعلي رابور كيتعطاو لصلاح الدين باصي كل اجتماع ديال المكتب المسير، فتيكون سي تقراو هاد لي رابور. والامور كنظن بان هذه المسائل هي مسائل عاديه في كره القدم. اما فيما يخص التدخل المكتب المسير في مسائل تقنيه فهذه مسائل فهي كتكون مرفوضه، لان حنا كما تنقولوا كنقولوا الاحتراف كنتكلموا على التفاؤل، فما تنظنش في اي فريق اوروبي كيكون تدخل المكتب المسير المدرب لا على التشكيله ولا على اللائحه اللاعبين. فامور اللي كتبقى خاصه بالتقني كتكون اهداف، اذا كانت الامور ماشي على حسب الاهداف فانا كتكون مسائل اخرى. هنا كان مدرب اوروبا واحد المره كان بيرلسكوني رئيس هو الملك ديال الميلان اسي، فكان قال تصريح اونشيلوتي كان مدرب تيلعب اتاكا واحد تيلعب هو كاكا كيلعب شيفشينكو كاكا، قال بيرلسكوني كان متعادل قال ودي انا تنظن ان ميلان خصها تلعب دوز اتاكون. سولو اونشيلوتي قال له ودي الحقيقه هو ان ميلان ما تلعبش دوز اتاكون ولكن عندها جوج مدربين، فالاشاره هو باش ديك الساعه زعم على بيرلسكوني اللي هو رئيس الوزراء في ايطاليا كانت مساله كبيره، دونك كانت مساله تدخل مع عارفين خصوصا مع الشخصيه ديال محمد فضل كيفاش تخلوا في العمل ديالو حتى الراجل دارت هذه المساله. نرجع لك وتسمح لي سي بودريق نبقى معك في المشاكل. هو نادي اوكاندا اللي هو الرجاء كانت ما عندهاش علم في الاول بهذه المساله هذه، حتى الساعه فين وصل عرفنا ان الرجاء رسلات فيفا رسلات كاف رسلات الفريق ديالو مازال ما تلقاش الجواب. في وصل الدوسي ديال ديو كاردا لاعب كونغولي منضم حديثا في اخر جريد. فاللاعب ديو كاردا كان جا في اول سنه مع وكيل الاعمال ديالو على اساس انه لاعب فريق مازامبي دي بي مازامبي، وكان تيقول بانه ما عندوش عقد احترافي مع هذاك الفريق، ودرنا مسائل قانونيه تم توقيع اعتراف بان اللاعب ما عندوش عقد احترافي. هذه مسائل اللي هي عاديه في كره القدم. وكيل اللاعب رامي شوس حتى هو وقع بانه كيشد على ان اللاعب ما عندوش عقد احترافي، مضينا العقد احترافي. بعد ما مضينا العقد احترافي توجهنا باش ناخذوا البطاقه الدوليه. كتشوف باطي مس تما كيبان البطاقه الدوليه. بعد ما وضعنا البطاقه الدوليه لانه كان لاعب في الكونغو، تم تعرض من فريق تابي مازامبي ودلا بعض دلا واحد العقد اللي تيقول فيه بان اللاعب عنده عقد احترافي وما غيسالي حتى لديسمبر. هنا عاودنا درنا واحد المراجعه مع اللاعب وكنا في واحد الجلسه واكد ان هذاك العقد ماشي التوقيع ديالو، بان بزاف ديال الامور بان ذاك العقد مزور. دونك هنا على حسب اللاعب حسب اللاعب ووكيل الاعمال ديالو، لان الصفقه كيكون فيها اللاعب ووكيل الاعمال ديالو. فدفعنا لافيفا طلب كنقولوا بان هاد الوثائق وهاد الدفعات ديال فريق الرجاء البيضاوي، فلافيفا كان جواب ديالها بان غيتثبت في الملف في هاد الايام هادي، وانها كتنتظر الرد ديال تي بي مازامبي وعطاتها اجل تم 26 اوت. فبعد ما وصل الاجل ديال 26 اوت عاود خبرتنا اللجنه ديال لافيفا بان لم يكن هناك رد جواب على هذه المساله. في هذه الحاله فلافيفا كتعطي مهله ثانيه للفريق، دونك ملي عطات المهله الثانيه فهي حتى لو 30 اللي هي كانت الجمعه. فبعد هذه المهله هذه فاليوم ولا دونك اليوم داز دونك الثلاث ولا الاربع غادي يجينا الرد ديال لافيفا وغادي يقول لنا شنو واش جاوب فريق تابي مازامبي. اذا ما جاوبش فغتجينا الورقه النهائيه ولا مؤقته؟ لا كتجي مؤقته بالنسبه للخروج من العقد. من العقد اللي عطى فريق مازامبي ففيه عده ديال الخروقات وعده ديال المسائل اللي ما كنظنش بان لافيفا غتاخذ بعين الاعتبار. كانت حاله قبل ديال لاعب اخر من تابي مازامبي اللي خرج قطر وكانت عنده نفس القضيه، ومن بعد فيفا حكمت لصالح اللاعب اللي هو بنفس القضيه هو مواطن كونغولي، وكان تابي مازامبي عنده هاد المشاكل مع اللاعبين المواطنين. لا غير المساله فهذاك المحامي اللي كان تكلف بهذه الحاله فهو نفس المحامي اللي كيعطي نفس المحامي هو اللي نفس المحامي هو برازيلي
اللي هو اللي مكلف بهذا الدين هذا. وعلى حسب ما كيقول كيقول نفس القضيه نفس القضيه نفس المسائل دائما. الفريق كيقول بان عنده عقد احترافي واللاعب ما تيقولش بان عقد احترافي. وعلى سبيل المثال انا هذاك اللاعب ربح القضيه ومام المازنبي عطاته يمكن واحد $10,000 الحركه تقريبا اللي كان كيتساب تقريبا بالنسبه للعقد اللي عنده مع فريق مازنبي اللي كتكون عندهم امور صعيبه معاه يعني. بغيت نذكر بان الجواب ديال السيد الرئيس كان شافي وهذا الشيء اللي وقع في قضيه اللاعب جوكاندا وهذا الشيء كله حطينا في الموقع الرسمي تفاديا للاشاعات وشي تيقول بان هناك اتصالات ما بين الدي بي والرجاء وطلبوا لهم 300 مليون. هذا الشيء مسموع هذا الشيء ما كاين والو منه. وحنا حطينا الوقائع كما هي في الموقع الرسمي ديالنا وهي اللي قال السيد الرئيس بالتمام والكمال. اي مساله الاشاعات ما تمشي كنديروا رجل مسير في المغرب مساله عاديه في مدريد كاين اشاعات برشلونه كاين كاين هذا وكاين هذا كيتفوق دابا كاسياس دابا عليه بزاف ديال الخبر كل نهار كيسال الخبر على كاسياس ولكن راه عينو منتخب اسبانيا تعطي التصوير فوالا هذا هو اللي كان باش ما نخليوش الجمهور ديالنا راه يلعبوا ريالي يمشي مع المغرب. كاين الاشاعه وكاين اثارات البلبله هل تكلمت عليها تقبل فاش كان القضيه ديال الضو ديال هذه المساله تكلمت عليها اثاره البلبله واش كتحس بشي وحدين باغي يديروا بالبلبله في الراجل كتحس شايفها سامع عليها كنتسناو في الدورة كنتسناو عالي من رئيس دراجة وما تسناو في الدورة يعني ما انت معرفش عارف راسك فين داخل عارف لا عارف ولكن ان شاء الله الله سبحانه وتعالى يغلبنا على كل شيء. بالنسبة للإشاعة كما قلت لك كاين الإشاعة وكاين البلبلة تنقولوا لاعب مثلا لاعب كيقول أنني باغي نمشي في الجرائد ولا لاعب ما عجبوش الحال ولا لاعب هو شي ما كاينش منافع حاجة اللي ما كايناش ولا لاعب شاف لاعب جا دونك هو بغى يمشي. انا ما نعرفش هاد الحاله اللي تتكلم على الراقي وكنأكد لك وهذا هو الخطا اللي كيديروها وكنأكد لك كاين شحال من لعاب تيقول تيعيط هو الصحفي وتيبقى يقول لك بعد ما كتجي في الوقت لا كاينه مثلا كنتش بحال الراقي هذا ما درتش فراقي ودرت راديو مارس تقدر ندورك عليها لان ما درتش راديو مارس. انا كنطالبوا من الاخوان الصحفيين يدوزوا للقنوات الرسميه هذا الخبر اليقين غير انه مساله ما لا كاين بارفو كاين العلم فكيكون العلم لا ما كانش خاص تكون هذيك خاصها تكون هكا ما كيبقاش الصحفي هذا تحليل تحليل ماشي الحق صحفي تحليل ماشي الحق تيبقى تحليل والاولى كيما قلت لك حتى كاين اللي خبير كاين اللي فوالا تيقول لك لا كاين في الاخ في الخبر ما كاينش في الخبر ما كاينش تحليل في الخبر ما كاينش تحليل مباراه كاين تحليل في الخبر ابناء الفريق وكذا بزاف الامور اللي كتكون اللي كتعطي واحد اللي كدير البلبله مثلا الراجل حقا تلعب على الفريق اللي كانوا فارا بلاش ما يلعبوش الا كانوا فارا بوجو ما يلعبوش شكون اللي جو فارا بلا خصو يلعب اونفاتهم لا اذا كان يلعب الفريق مزيان واللي جبتو ماشي في المستوى ديالهم لا لا خليك باش نوضحوا الفريق الوحيد اللي كيلعب 70% بان الفريق راه هو فريق الرجاء البيضاء ونشوف فريق فريق والفريق الوحيد اللي كيلعب على الالقاب هو فريق الرجاء البيضاء بالابناء ديالو والفريق الوحيد اللي عنده على الاقل واحد 3 و4 ديال اللاعبين من الشباب اللي كاينين في الفريق ديالو الاول كل ما هنالك فكاينين اهداف وكاين بزاف ديال الامور فانا ما نجيش معاك لان بزاف ديال الناس كتكلم على بان المدرب مثلا محمد فاخر عندنا لاعبين ديال ليكيب سبورت فازوا باللقب مثلا ولكن فاخر ما لعبش ولا ما كيلعبش كاين واحد الرابور ديال السي حسن حنوت الله وكاين واحد الرابور ديال السي بكاري اللي تيعطي وتيقول بان هاد اللاعبين مثلا مازال ما عندهمش الاهليه ولا الاحقيه باش يلعبوا في الفريق الاول كيفاش بغيتي انت مثلا محمد فاخر يلعبهم والناس اللي عندهم هاد اللاعبين يبغيتهم يلعبوا والناس اللاعبين اللي اصلا وما عندهم تيقولوا بان مازال عندهم الوقت ولا مازال خاصهم الوقت دونك ماشي نتكلموا على ابناء الفريق ونكذبوا على الجمهور ونكذبوا على الراي العام ونقولوا بان فريق الرجاء البيضاوي راه الابناء ديالو ولا ليكيب اسبوار مثلا فهي خاصها تلعب وراه عندنا فرخه ولا فحنا ماشي بواحد الخطه ثابته فالحمد لله اليوم كاين لاعب من فريق الامل اللي هو بن معاشي وغادي يقول الكلمه ديالو على حسب التقرير ديال محمد فاخر على حسب المؤطرين اللي كاينين كاين عندنا جوج ديال اللاعبين اللي هما في الفاس اللي كنتمناو انهم يمدوا واحد الموسم جيد مع فريق ديال الفاس جاتي بيت سعدان سيتي با مال لا الحمد لله سعدان لا سعدان ولا بنون لاعبين اللي كنشوفوا فيهم مستقبل فاذا فريق الرجاء البيضاوي خرج
من هذا الفريق امل اللي فاز جوج مرات بالبطوله خرج جوج لاعبين وثلاثه ديال اللاعبين وكيمارسوا مع الفريق الاول. بالنسبه لي انا راه انجاز ما كاينش فرق اخرين وكاينين فرق كبار اللي عندهم لي سونتر كبار وعندهم بزاف ديال الامور وكيجيبوا لاعبين وحتى فرق امل ما كاينش. انت الرئيس باش يجاوب على بون تكتبت انت كاين المدرب كيطلب واحد المسائل الفراغ هو ماشي لاعب سبور داك يبقى كيتحمل هو المسؤوليه ولا انت على حسب الكره ماشي انا بحالك حيت انتوا صراحه في الكونفرنس بريس ديالكم الاولى حنا عندنا عامين في اهداف وعندنا من بعد عامين اهداف اخرى. لا ما كاينش هذا الهدف ديالنا الهدف ديالنا كاينه السياسه العامه ديال الفريق كيفاش الفريق كيستعمل هذوك اللاعبين لا واش غادي يجيب لاعبين ولا غادي يلعب بالفريق ديال امل ولا غيدير الشبان ديالو ولا فريق كله غادي يكون جيبهم من على برا. هنا فين كاين السؤال. حنا الان عندنا فريق من ابناء الفريق عندنا لاعبين اللي جاو الفريق وغادي يعطيو الاضافه فانا ضد هذه المساله اننا كنقولوا هذا لاعب الفريق وهذا جا من برا. فالمهم فهو في العطاء العطاء في الملعب. تفضل سي سمير باش تعطيه باش تشكي. لا انا متفق بطبيعه الحال تبقى الاحقيه والاولويه للمدرب في الاختيارات ديالو. المكتب كيرسم الاهداف وكينتظر انها تحقق وبالتالي فالعبره بالخواتم كما يقال. وي العبره بالخواتم غنشوفوا الخاتم باقي باقي مقصر. ناخذوا لي اس ام اس. انا سامح رجل غون بيشور دو بوت افيك اون غون فالور على بلاص دي جوار اترونجي نو زالو غاني فاسيلمون دونك هذه المطالبه سيدي الله بونصور. المعتز كان دابو خريس فوز ابلي دا سا بون هذا ما فيهش اخويا الاسم اسمح لي انا كشي نقرا دي اسم ما فيهمش اسم. عمر من زاكورا رجا وحتى النخاع بودريق عصا رئيس وفاخر يجب ان يفكر فاش هذه ما فهمتهاش. سعيد من ايمن تالوت ديال سي فاخر شونجي لي سيستيم دو جو اي لو بلاسمون دي جوور ديفلوبي لو نيفو. سلام عليك ابراهيم من طنجة على سلامتك اخويا الله يجازيك بخير. سولنا بودريقة بغينا نعرفوا اش نوقع رجا وفين مشى صالحي البارح ما لعبش وشكرا صالحي اخويا مصاب على سلام الموقع الرسمي ديال فريق الرجاء الرياضي. اما شنو وقع الرجاء فهو ضر السيد بريقة. كيقول سي امين سوا كوريكت لوي نو لو ميساج ارمى خويا تنقراهم. انا كنقول سي بريقة خصنا تسعود عباد الله خير الرجاء موجدة. سام سليم حسن الرجاوي يقول بريقة زير شويه راه كافو المونديال هادي ما بغيناش شوها خويا بريقة اس ام اس ماشي بودريقة غير زير بودريقة جاب اللعابة هو كاين حنانا. سي بودريقة نهضرو معاك على المكتب جديد اسماء وجوه جديدة تكلمتو على عمل جديد مع اللجان وغادي تعطيو صلاحيات أكثر للجان هاد السنة. تفضل سي بودريقة حكيت على المكتب واختيارات ديالك الجديد بالنسبة للمكتب هذا عرفو أن الجمعة من أخر فريق خرج عطاك الصلاحية تشكيل المكتب. المسائل عادية كان مكتب مزيان تجديد ديال تولوت وكان اضافه ديال ثلاثه ديال العناصر ف نفس الاهداف نفس المسائل. فالمهم هو ان الانسان يكون مسؤول واللي كان هذه السنه فاحترم الاختصاصات بحال السي سمير فهو عنده علاقه ومجال في المجال الصحفي فهو الناطق الرسمي ومسؤول على التواصل فحاولنا اننا نمشيو بنفس الطريقه. كاين وجوه شابة ومسؤولة كذلك فالحمد لله ان شاء الله ربي يوفق ان شاء الله. هذا حيت تفضل سي سمير تعرف تعرف تفضل. كما قال الرئيس فطبعا كاين واحد المزيج ما بين ديناميكية الشباب والطموح كذلك وما بين الخبرة عامل الخبرة. هذه المزاوجة بين العاملين يقتضيها الظرف لأنه فرق أمام إكراهات كبيرة هذا الموسم وبالتالي فاللجان راعت الاختصاص راعت الخبرة وسيكون على المسؤولين اللجان عمل كبير هذا الموسم وذلك بتنسيق تام ما بين جميع مكونات الكتب بشكل ما يكونش كلنا كتشتغل منعزلة وبالتالي فإن الاجتماعات الأسبوعية غادي تكون موعد ل تبادل اولا الافكار حول عمل اللجان ان ندرسوا تقدم العمل وبطبيعه الحال انا كنزيد ناكد بان كاين عمل كثير هذا الموسم ولكن احترام الاختصاص غير سهل هذا العمل. سلام اختصاص سي بودريقة انك العام كان عندكم بعض بالنسبه للجمهور حتى في الداخل شفنا انه ما كانش كان تقريبا واحد انخفاض ديال الدخل بالنسبه السنوي بالنسبه لمداخل جمهور فريق الرجاء السنه في ديبيو سيزون حتى
واحد الجمهور ما كانش برغم ان درتو ماتشات مزيانين بالنسبه لي ماتش اميكو انطلاقه مزيانه جاو دي جوور لي ماتش اميكو سيتي بروميتور كانوا بيوتا ولكن في الماتش الاول ما كانش الجمهور كنا كنتسناوه يكون بالنسبه لفريق الرجاء الرياضي. لا ما كانش خيبة فالسنة اللي فاتت فدرنا 11 مليون درهم ديال المداخيل ديال الجمهور بالعكس فكانت بارابوغ انا كنلعب البطولة ما تنمشي على لي كومبيتيسيون دوزيام كومبيتيسيون انا دخلتو في كاس العرش ودخلتو كاس العرب كنتكلمو على جميع المنافسات فكان واخد دخل كبير تقريبا 100% ديال الزيادة تقريبا فالحمد لله فكان دخل ديال الجمهور كنتمناو ان الدعم ديال الجمهور يستمر والفريق يحج الجمهور يحج للاعب ويساهم في الفريق ديالو ويكون واحد الدعم كبير للفريق. ديكارد ابونمون عام كيفاش داير البروسيدور فين وصلوا زاد العدد ديالهم بالنسبه لابونمون في ديكارد ابونمون ديال البوبليك فين وصلوا السنه هذه؟ هذاك العام كان العدد شحال واحد الشكال لا راه كانوا قلال كانوا هادي هاد السنه واش قليتو منهم واش شفنا تجربه ناجحه غادي يكونوا ما سمعنا في الاول كانوا مشاو بزاف ديال كاد دابورمو شنو الحاجه ديالو هاد العام؟ لا اللي خضره قلت لك فالسنه الماضيه كان عندنا الدخل ديال 1.3 مليون ديال اللي كاد دابورمو فهاد السنه هادي ما عنديش الرقم هذا فكاين ناس كتجي باش دير ليكا ولكن ماشي ديك الكيفيه اللي كنتصوروا حنا لان جمهور الفريق تقريبا 130 يعني يمكن واحد 500 ديال 600 حتى 1000 تقريبا ولكن ما كتعطيش واحد الصوره ما كتعطيش ديك الانطباع ديال الجمهور اللي كاين فاحنا ما قراناش واحد 2000 كخدمه منه ولكن ان شاء الله غادي كتبقى واحد كتبقى كمشروع جديد كنتمنى على انه يمشي ويطور ويولي عندنا الفكره ديال الثقافه ديال اللي كان دابا سي سامي اللي تاخذ الوقت تاعك مشيت معايا من بعد لان السؤال الاخر ما عندوش علاقه بالراجل انا على بدا نذكر بان الانجازات اللي تحققت الموسم الفارق كان لجمهور الرجاء دور كبير فيها وحنا كنوهو به وكنشكرو بزاف على الدعم ديالو وهذا نداء لنا مره اخرى اننا نقولوا له هذا الموسم الاكراهات مضاعفه لان هناك اربعه واجهات عوض جوج الواجهات اللي كانوا الموسم الفارق وبالتالي الدعم ديالو اساسي هذا الموسم ولكن تنطلبوه انه يكون اقبال على البطاقات ديال الانخراط فاننا كنتوخاو يكون عندنا واحد المدخول القهر اللي هو المداخيل مع بدايه الموسم كتعرف الموارد الماليه اليوم تقتضي مجهود اكبر باش تمشي تبحث عليها والمدخول مهم وبالتالي فاحنا كندعو الجمهور انه يقبل على البطائر انه يجي يشوف الفريق ديالو يدعمو باش يمشي واحد المسيره اللي كتبدا الطموحات ديالو كنشكروه مره اخرى وتنقول لهم ترى دائما رقم واحد ماشي رقم 12. سي بوريقه اليوم غتفتح رسميا كالموعد ديال اعطاء الترشيحات لرئاسه الجامعه سي بوريقه غيعطي الترشيح ديال رئاسه الجامعه؟ لا ما غاديش الترشيح ديال رئاسه الجامعه غادي يكون من عام احد المرشحين اللي غيتكونوا تما وغادي حيت شفنا الموقف الرسمي فريق الرجاء بانه ما مع حتى شي طرف مع حتى شي حمله ومن حتى الرئيس الحالي سي علي فاسي الفهري وهذا كان في الموقع الرسمي غيكون مع شي طرف فريق الرجاء غيكون مع شي بعدين ما عرفتش يمكن انت ما عندكش النيه ولكن تقدر تكون مع شي السابق الاول ما عندوش علاقه بالرجاء انت بغيت تعرف لا من السابق الاول اننا نتكلموا على فريق الرجاء يكون مع طرف فمازال الوقت باش نتكلموا على هادشي فكان حنا الان كنشوفو تنلاحظو وحنا كما قلنا في البيان فحنا مع البرنامج اللي غادي يمشي كرة القدم الوطنية الامام مقترشح ما كاينش لا ما كاينش امالكم هاد السنة بالنسبة لفريقك الامال ديما هو حقو الاهداف اللي كاينة وان شاء الله كنطلبو ان الله سبحانه وتعالى يوفقنا باش نحقو هاد الاهداف سي سامي قلت واحد الجمهور الرجاء ان الرجاء كان فيه تكون اكسبسيون هذا العام ان شاء الله وبالدعم ديال الجمهور يعني ماشي الناس اللي تخبوا عليا نجي نقول انا ما عنديش مشكل الرجاء ان شاء الله نشوفوا الشفافيه مع الجمهور ديالنا وكندعو كذلك يكون عنده اقبال متواصل على الموقع الرسمي اللي غيبقى فيه جميع الاخبار لو 3w.rajakazablanca.com حتى 3w.radiomars.in اذكر تشوفوا فيه لانتيغريتي ديال الحلقه كنشكر السي محمد غريق على الحضور شكرا شكرا وبالمناسبه كنبغي نحيي الجمهور فريق الرجاء البيضاوي وكنقولوا بانه خصو يوقف مع الفريق ديالو ويبقى من بدايه البطوله حتى اخر وقت من البطوله لانه هو اللاعب ماشي رقم 12 كيف ما تيقول رقم واحد هو الرقم واحد وخاصو يدعم الفريق ديالو
وسام الفريق ديالو في اي مجال. شكرا سي سامي شوقي، شكرا لك، ان شاء الله نصدعوك بار تليفون. مرحبا، وغادي يكونوا كولابوراسيون. شكرا طارق دروك مع الاخراج، حتى سي محمد الابراهيمي وجميع المستمعين ديالنا. بعد قليل تلتقي مع برنامجكم تشكيله مشكله محمد ابيك، حياكم الى اللقاء.